أنا من باقة وأفتخر. هي 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 باقة ما إلها غير أبو المهند، كل الجمهور يريدك يا سمير، راس مدرب ومجرب بالعطاء، وأنا من باقة وفيها أفتخر. باقة ما إلها غير أبو المهند، كل الجمهور يريدك يا سمير، راس مدرب ومجرب بالعطاء، وأنا من باقة وفيها أفتخر. نحن عيلي موحدي لعيلة باقة الغربية، يا سمير يا أبو المهند بن درويش ولو شعبية. أنا من باقة وأفتخر، هدفي تعزيز انتماء أهل باقة لباقة. باقة الغربي بقلبي يا باقة أغلاها البلد، بلد الغالي ما يحفظها يعمرها غيرك يا أبو المهند، بلد الغالي. باقة الغربي بقلبي يا باقة أغلاها البلد، بلد الغالي ما يحفظها يعمرها غيرك يا أبو المهند، بلد الغالي. يا أبو المهند غالي حطوا عيني وراس لجلك باقة، يا سمير درويش من باقة يا مأهل للرئاسة لجلك باقة. باقة الغربي بقلبي يا باقة أغلاها البلد، بلد الغالي ما يحفظها يعمرها غيرك يا أبو المهند، بلد الغالي. نحن أهلا وسهلا بكم الجميع أمام هذا الجمع المحترم، هاي المجموعة الكبيرة المحترم، مجموعة المحترمة. بقدر أقول بس إشي واحد، الحمد لله رب العالمين. موجودين بيننا والحمد لله عدد كبير من الناس اللي الحمد لله رب العالمين أعلنوا تأييدهم لطريق إن شاء الله، طريق الحق، طريق الصدق، طريق الأمانة، طريق مخافة الله، طريق خدمة باقة الغربية. بحب أرحب بشكل خاص بإخواننا وحبايبنا النشطاء اللي كانوا عند أخونا خيام، والفاعلين من مختلف العائلات اللي كانوا عند أخونا خيام، الله نصيب الخير. وطبعاً بحب أرحب برضو برئيس الطاقم الإعلامي عند أخونا جلال أبو حسين اللي هو علي البلبل، وطبعاً إخوانه الجميع، إخوانه من مختلف العائلات، أمجد أبو مخ والإخوان طبعاً من دار أبو حسين، حبايبنا وقرايبنا وأهلنا، ميت مرحبا فيكم الجميع. بدي أبشركم وأقولكم بأمانة الله، أنا أمام هذا الجمع أقل ما يقال فيه أني متأثر جداً. بحب أبشركم وأقولكم في عشرات البيوت ومئات الناخبين من عائلة كعدان اللي رجعت عنا، وأهلا وسهلا بهم مرحبا. في عشرات الإخوان والبيوت ومئات الناخبين من عائلة أبو حسين، وأهلا وسهلا بهم مرحبا. رجعوا من عائلات مختلفة من كل العائلات، بحب أرحب بكل العائلات اللي رجعوا، رجعوا من عائلة بلبل ومن عائلة بدر أبو بدر ومن عائلة عياط وأبو الندى وغنايم، وطبعا عثامنة ومجادلة ومواسي، وطبيعي في كثير رجعوا برضو من البيتسي. دار خشان وفدعوس وكل العائلات المحترمة اللي موجودة هون واللي أتحفتنا اليوم بوجودها معنا. وبحب أقولكم بأمانة الله في المرحلة الأولى طبعاً الكل بكى عنده ثقة بحسابات سمير درويش، لكن حسابات سمير درويش تغيرت شوي، بكنا ناويين على 5000 صوت وصارت عملية مبادرة أصوات مشان أعضانا، ومنهني كل الأعضاء اللي انتخبوا وأهلا وسهلا بيهم لساعة الخدمة. بطبيعة الحال بعض الناس شكوا في إمكانية سمير درويش بعد 19 سنة يرجع على بلده ويلقى كل هذا الدعم المبارك. وبأمانة الله بقولكم ما حدا
بيعرف خبايا الأصايل وكرن الأصايل في باقي الغربية أكثر من سمير درويش. هذا الجمع المحترم، هذا الجمع المحترم هو عمليا النخاع الشوكي تبع باقي الغربية، هو عمليا القاعدة اللي عليها بتنبنى باقي الغربية وتعود إن شاء الله إلى وضع اللي كلياتنا نقول نحن من باقي الغربية ونستقر. في عائلات رجعت كثيرة كما قلنا من المجادلة، ناس اللي كانوا الله يسامحهم وطبعا هذه رغبتهم واحنا منبارك لهم، كانوا في مع مرشحين اخرين وكانوا طبعا صادقين في تعاملوا مع المرشحين الاخرين، في معنا عائلات من البيادسي وفي معنا عائلات زي ما كما قلنا من مختلف العائلات برضو العنبوسي زي ما قلنا، وفي اخواننا من الكيسي وكبوعة وجلولي وكل هذول الناس اللي بقوا داعمين للناس الثانيين ميت مرحبا فيهم واهلا وسهلا. طبعا ما حدا ينتقدني في موضوع العائلات لانه الحمد لله رب العالمين نعتبر كلاتنا عيلة باقي الغربية واللي بيحبوا باقي الغربية. في عندنا اخواننا من المصاروي، اخواننا من البقالدي زي ما قلنا، اخواننا من المجادل الكبالة والمجادل الشمالة الغرابة، وبطبيعة الحال كل هذا الموضوع كل هذا الجمع الغفير المحترم المبارك هو عمليا من خلال غيرته على باقي الغربية على كل عائلاتها مش على عائلة واحدة زي في الطرف الثاني. مصالحنا بتقتضي انه نتعامل مع كل العائلات لانه باقي الغربية هي لكل العائلات، مصالحها واموالها وخيراتها ووظائفها، وطبعا كل الخيرات اللي فيها هي ملك لكل عيلة صغيرة وكبيرة في باقي الغربية مش ملك على عائلة واحدة، وعلى هذا ان شاء الله راح نعرس معاكم ونحترمه ان شاء الله. بأمانة الله الموضوع اليوم بقوله بكل صراحة، الصورة اللي مع الأسف كانت في المرحلة الأولى صورة مشرفة، في الجولة الأولى كانت صورة أقل ما يقال فيها أنها حضارية نزيهة تنافس شريف، قعدنا مع بعض وعملنا مناظرات وطروحات وطرحنا طروحاتنا، وطبعا كل واحد حاول يكسب ثقة المواطن والناخب، وكانت الجو شيء نتباهى فيه جميعا، حسدتنا عليه وراقبتنا وتابعتنا باعجاب كل القرى والمدن المجاوره في اسرائيل وفي الضفه وفي طبعا في السلطه الفلسطينيه وفي امور الحمد لله رب العالمين. اخونا الحج حسن والحج زياد بوشوشوني بيقولوا لي مش بس عن رجعت المواسي، رجعت كل المواسي الى قواعدها. اخواني الصورة اللي انتم شايفينها هاي جزء بسيط من صورة مشرفة اكثر واوسع اكثر واعمق اكثر، وبامانة الله بقول لكم وبدون اي تردد، اذا كان في تردد قبل هاي المجموعة الموجودة بقدر اقول لكم الفرق في الاصوات ان شاء الله بمئات الاصوات. في اخوان طبعا لهم علي حق، بجوز قصرت معهم، بجوز اخطات معهم، بجوز ما تعاملتش معهم بالمستوى اللي هم طبعا توقعوا مني، وهذول الاخوان لهم علي حق، بتحاسب بعد الانتخابات وانا مستعد اعترف باي تقصير عملته مع اي واحد من المواطنين ونصلحه ان شاء الله. في اخوان عندنا برضو ضيوف وصاروا مواطنين عندنا، ومش بس العائلات اللي صار لها عشرات السنوات، في عائلات محترمة أجت من مناطق مختلفة سواء من الخضيرة أو من المنطقة أو من طبعا كساريا أو من محلات ثانية، وفي عندنا إخوان برضو أردنيين موجودين بيننا هون، وإخواننا اللي من الضفة الغربية واللي قلنا لهم اللي بيحافظ على ناموسنا وعلى أخلاقنا وعلى عاداتنا وعلى شرفنا، أهلا وسهلا فيه بباقي الغربية. الطرف الآخر وعنا الحمد لله رب العالمين عنا أصدقاء وعنا أنسباء وعنا أحباء برضو في عائلة أبو مخ،
وبنفتخر بهاي الصداقات وإن علاقات محترمة مع كل البيوت في عادة ومخ. وما عنديش أقول عن الأخ مرسي إلا كل خير. لحد الفترة الأولى كان الأخ مرسي كنا في كل حلقة نقول ابننا وابن أخونا. مع الأسف في حول الأخ مرسي مع الأسف بعض المستشارين بعضهم مش كلهم اللي عندهم الوسيلة الغاية تبرر كل وسيلة. احنا بدنا نوصل وبهمناش مهما كانت مصالح باقة تتاجر فيها، وظائف باقة يتاجر فيها، سمعة باقة يتاجر فيها، المهم احنا نمرر مصالحنا على ظهر رئيس من جماعتنا بدون ما يكون في هناك مساواة في التعامل ونزاهة في التعامل وشفافية في التعامل. هذا شيء باقة الغربية بهذا الجمع بترفضه وبتقول باقة ومصالح باقة وخيرات باقة لكل باقة وعائلات باقة. حاولنا ولا نزال نحاول. في إنسان مفسد عنده مدرسة فساد دس فيديو عن عائلة أبو مخ في اجتماعها لما قرر أخ مرسي، وفي هناك أشياء قيلت مش احنا اللي سجلناها. كمل له بلاب أخذ، وطبعا واحد اللي له جشاع على البلاب أخذ الفيلم وحطه مشان يبرر شرعية التهجم على سمير درويش. بأمانة الله بقول قدام السبعمائة إنسان اللي موجودين هون إذا مش أكثر، جماعتنا وطبعا سمير درويش والطاقم الانتخابي تبعه والإعلامي ما عندوش علم بهذا، ما كانوش إلي إس في هذا الفيلم. ومع ذلك بقولكم حاولنا نطول الفيلم، واللي بفهم في المحشيب واللي بفهم في الانترنت بعرف انه بس اللي دخل الفيلم بيقدروا يطيروا من الفيسبوك. وطبعا الشرعية أجيزت وطبعا صارت الأمور، وطبعا استعملوا أفلام من 25 سنة لسمير درويش لما كان في، طبعا أنا خلصت في 92 من باقة، وبطبيعة الحال أطلعوا من مخازنهم ومن أرشيفاتهم أفلام. فيلم بحكي عن طبعا الشعلة، وطبعا إيقاد الشعلة لعيد الاستقلال في عام 86. أنا بقوله بأمانة الله في اليوم في باقة الغربية 13 دار مهددة بالهدم، وفي حين الشعلة هاي أنقذت 4 دور مهددة بالهدم لأناس من باقة الغربية وطبعا شباب ما لا يزالون يقبعون في السجون بسبب قتل جندي اسمه تمام. وحبذا ويا ريت وتمنينا هذول اولاد بلدنا انه يطلعوا بالصفقه الاخيره تبع تبادل الاسرى مع شليل. وزي ما قلت لكم في 13 دار مهدده بالهدم. بقول على الملا اذا انا بقدر احمى 13 دار مستعد اشعل 13 شعله. في أمور اللي بالآخر الواحد بيعتز فيها، منعنا هدم 11 دار في باقة الغربية، وكلكم بتعرفوا هاي الدور الحمد لله موجود اليوم تزخر بالحياة والأسر والأطفال والآباء. منها دار أخونا الله يمسيه بالخير حسن الزايد عويساد أثامني، منها دارين لإبراهيم الجعفر الحج إبراهيم الجعفر أبوه للحج عبد الله اللي موجود معنا أبو أمير، منها دار لمخلص أنيس أبو البادي، منها دار لخير الحج سليمان اخونا الشيخ خيري، منها دار لابن يوسف البيوض حبيبنا واخونا، منها دار لابراهيم القنبر طبعا كعدان. كل هذا الدور كانت مهدده بالهدم، ولي الشرف اقول انه طبعا اتحاكمت لان لقيت الطريقه من خلال كوني رئيس لجنه التنظيم، لقيت الطريقه انه امنع الهدم هذا، وال11 دار لا تزال زاخره بالحياه وموجود اليوم. وعلى هذا الموضوع انا بقول وبامانه بعتبر هذا الموضوع ريشه على راسي وتاج على كتفي، لان حميت بيوت باقه الحمد لله. الاخوان الكبار بالسن شوي بتذكروا بالفتره هذيك قالوا سمير درويش بيقدرش يترشح بقى في انتخابات لانه عليه كلون. شو الكلون؟ كلون تحاكمت انا بقبل لاني منعت هدم الدور، وبصفه رئيس لجنه التنظيم وزاره الداخليه قدمتني للمحكمه، كنت رئيس لجنه التنظيم في عاره، وباذن الله طبعا حكم علي ب 5000 شيكل جزاء. وطبعا اخواننا كانوا بدهم يترشحوا برئاسه المجلس المحلي في باقه وقالوا في كلون على سمير درويش. كلون يعني شيء مشين معيب عار، وهذا العار
عمليا لاني حميت دور بلدي، وبطبيعه الحال ترشحنا وبطبيعه الحال اخذنا اللي اخذناه، وظلت هذه الثقه موجوده، وهذا الجمع الغفير المحترم الكريم طبعا بامن وبصدق انه عمليا الانسان المخلص في عمله واللي بتفانى في خدمه اهل بلده هو الانسان اللي ممكن ويجب ان ياخذ الثقه، ثقه المواطنين. معلش في اخوان يعني اخونا وين راح فوزي غنايم؟ فوزي الصادق هون؟ اهلا وسهلا بك. اخواني باقه الغربيه بحاجه اليوم الى هبه شبابيه، انتفاضه شبابيه، انتفاضه اللي من خلالها احنا طبعا مطالبين وملزمين بانه نترفع فوق الاشياء الشخصيه والخلافات الشخصيه والعائليه ونحط ايدينا بايدين بعض مشان نطلع بلدنا، مع الاسف اقول من الوحله اللي موجوده فيه. بلدنا اليوم موجوده فعلا من ناحيه عمرانيه وتجاريه، وطبعا من ناحيه مشاريع ومن ناحيه مؤسسات ومن ناحيه طبعا سمعه، ما احنا موجودين في وضع اللي مش مشرف مع الاسف. ومن خلال هذا الشيء احنا ان شاء الله رب العالمين سنبدا ثاني يوم بعد الانتخابات اول عمليه يتم الصور هاي اللي بالشارع الرئيسي تبعت المرشحين، اول صور سمير درويش، لانه بدنا ننظف بلدنا. وطبعا نعمل ايام تطوع، ايام اللي بالاخر نشرت فيها المواطنين ويكون في تداخل بين المواطن وبين السلطه. في هاي الامور السلطه مطالبه اولا بان نمنع الفتنه، وامبارح كانوا اخوان مئات عشرات بديش اقول مئات، كانوا الاخوان بتظاهروا في رفعوا وقفه احتجاج عن موضوع الفتنه اللي قاعده تتبلور في باقه الغربيه. واحنا كما قلنا هاي الفتنه مع الاسف موجوده اليوم في تضارب او مشاجرات او مناكفات بين شبابنا وشباب الطرف الاخر المؤيدين للطرف الاخر، وهذه الامور ممكن تطلع لا سمح الله تطلع على المدرسه وتطلع بين الشباب بالمدرسه وتنتقل على الشارع، ولا يمكن ان نصل ان شاء الله الى ما وصلت اليه جد. وبدنا احنا من هون بنقول لاخواننا في جد وفي باقه احنا ضد العنف وضد الجريمه ايا كانت اسبابها. بدي اعرج شوي واتمنى لاخونا جميل كعدان ابو حمرة بن قوسين، اتمنى له الشفاء والعاجل ان شاء الله رب العالمين، ونتمنى كلنا ندعو على الله انه طبعا هذه العائله الكريمه ما تفقدش وباقي الغربيه ما تفقدش الاخ جميل ان شاء الله، ربنا بيوجه له الشفاء باسمنا جميعا ان شاء الله. في امور اللي بالاخر احنا مطالبين كلنا بالاهتمام بها. امبارح كنت في الشوفان، معلش في امور الواحد قد ما يكون بيفكر حاله بيعرف بظل بحاجه لدعم ونصح ونصيحه الاخوان واستشاره الاخوان. اكتشفنا امبارح ما حدا بيعرف هذا الموضوع، لا بلديه ولا مرشحين مع الاحترام ولا حدا عنده الالمام كيف يتعامل مع هذا الموضوع. اكتشفنا انه في شكرا جوات الجدار في طرفنا في 1280 دولم تابع لاخواننا في كفين وتابع لاخواننا في الضفه الغربيه، وبيجوا بفوتوا بتصاريح بلقطوا زيتون اللي عنده زيتون، وهدول 1280 دولم هن عمليا مش تابعت لاهل باقه الغربيه ولا في منطقه نفوذ باقه الغربيه. هدول 1280 دولم اليوم عادت الوزارات من لجنه من طبعا الاجازه المركزه تبعت الوزارات في عيد السكوت. واليوم كان اول طلب لوزير الداخليه ولما كان وزاره الخارجيه يفحصوا امكانيه انه احنا عن طريق وزاره الخارجيه نتفق مع السلطه الفلسطينيه ونشتري هذه الاراضي ونسوقها لابناء الازواج الشابه مستقبلا ان شاء الله في باقه الغربيه. الموضوع ما حدا بيعرف فيه امبارح، وامبارح احنا اكتشفناه ووصل لطاولة وزارة الخارجية اليوم، وصل لطاولة وزارة الداخلية اليوم بطلب رسمي، والموضوع مش موضوع بيننا وبين كفين، موضوع بين اسرائيل كدولة وبين السلطة الفلسطينية كدولة. واحنا بأمانة الله
جنبنا لهذا الموضوع وزير الداخلية ومدير عام وزارة الخارجية بدناش نحتاج لبرمن ولا خدمات لبرمن. وجنبنا مدير عام وزارة الخارجية لهذا الموضوع، وإن شاء الله رب العالمين الأسبوع الجاي تبدأ مفاوضات وإحنا بدنا نسوق هذه الأمور لأزواجنا وبناتنا وأولادنا. واللي عنده طبعا هذا الحكي باتفاق مع السلطة الفلسطينية، مش باتفاق بين سمير من هون وإحمد من الناحية الثانية، هذا اتفاق دولي، وهذا الاتفاق الدولي مع الاحترام بس واحد عنده علاقات طيبة بيقدر يعمله، وأنا أبوكم وخدمتكم وابنكم إن شاء الله بكونوا. في باقة الغربية في منطقة نفوذ باقة الغربية في الخطة الهيكلية 1651 دونم، آسف 10651 دونم. باقة الغربية ب 26500 مواطن، منطقة نفوذها في مسطح باقة الغربية 10651 دونم. بالمقارنة مع زامر، زامر اللي فيها 6000 بني آدم، مساحة أراضيها ومساحة منطقة نفوذها 12700 دولار. باقة 26.5 بني آدم فيها 10651، زامر 6000 فيها 12700 دولار. اللي فات زامر في هذا الموضوع انه كانت اربع قرى مستقلة، ولما ضموهم تحت سلطة مجلس محلي واحد كل المناطق اللي بين القرى اصبحت جزء لا يتجزأ من منطقة نفوذ زامر. في زامر 40% من اراضي زامر هي عمليا اراضي منهال، 40% يعني حوالي من 12700 حوالي 5000 دولار. هذول بيقدر نقتطع منهم، وقطعنا منهم لأهل زامر حوالي 300 قسيمة بنا بأسعار بخسة جدا، بأسعار عن طريق المنهال في مخرزيم أو في طبعا عطاءات. النص الدولم طبعا منظم وبتقدر تبني فيه بكرة، وبتقدر أنت تستغله أنت كابن زامر بمبلغ 25000 دولار، 82000 شيكل فقط. واليوم الدونم في باقة زراعي حتى فوق 100000 دولار. في زامر اليوم في حوالي 300 قسيمة تسوقت على أبناء زامر، واشترطنا هناك إنه بس اللي عايش في زامر 3 سنوات بحق له يشترك. 300 عيلة أخذت 300 مجراش، واللي بده اللي بعده عزابة يروح يخطب من زامر مشان ياخذ له قطعة أرض هناك وقسيمة، أو اللي بتجوز يتجوز ثاني يعني بصير. هاي عمليا الهدف من موضوع ال 1280 دولم هذول اللي حكينا عنهم، الهدف هو فعلا توفير مساكن للأزواج الشابة مستقبلا، لأنه في باقة الغربية كل يعني سنة أنا وصلني 211 دعوة عرس، 211 دعوة عرس في باقة الغربية من باقة الغربية. سنة الجاية بتكون 220 وبعدها 230 وبعدها 4. خلال 10 سنوات متوقع تزيد بيوت باقة الغربية اللي بسموها بتياف من 7000 دولم، تزيد خلال 10 سنوات أخرى 2500 من 7000 بتياف، تزيد 2500 أسرة جديدة. هذول 2500 أسرة جديدة بدك تتعامل معهم أنت كرئيس طبعا مسؤول عن كل شيء في بلد. البلد باقة أو أي مدينة هي عمليا دولة مصغرة، دولة مصغرة أنت كرئيس مرجعية لكل شيء، حتى الهواء اللي بتتنشكه مشان ما يكونش وسخ أنت مسؤول عنه، والشارع اللي بتمشي عليه، والأرض اللي بتبني عليها، وطبعا جودة البناء تبعت البيت، وطبعا هذه أمور كلها المدارس والجريمة في الشارع والعنف وكل هذه الأمور مع الأسف مش من اليوم. باقة الغربية أصبحت زي عمارة بدون بوابة، فش مرجعية اليوم بسبب كون الأقفل. يعني لما شفنا المنظر اللي في الشارع الرئيسي ليلة العيد إذا متذكرين، مئات الصبايا والشباب الساعة 2 و3 الصبح ماشيين في الشارع، وهذا منظر مش مألوف في باقة الغربية، مش بنولش يعني في باقة الغربية. وبطبيعة الحال ظلت قاعد في كفار سابا، ملناش عليه طبعا انتقاد في هذا الموضوع، لكن ما فيش عنده الانتماء لبلده، فيش عنده الانتماء لبلده اللي هو رئيسه. هذا الشيء اللي بالاخر لو في رئيس بلا مؤاخذه من خلال البلد ما بسمحش لهي الصوره. هاي الصوره كانت غريبه جدا، يعني في زمان في الفتره السابقه، وبديش احكي عن الماضي، الكبار بيعرفوا الماضي تبع سمير درويش في باقة وبيعرفوا شو كان. على الاقل في هذه النقطه بالذات
كانت تكون نجيب فرقة موسيقى زوير فرانسيس نحطها في مدرسة الغزالي، ونجيب مدينة ملاهي نحطها في بيت الشبيبي. وطبعا في بيت الشبيبي هناك بطبيعة الحال كأس رمضان ومباريات رياضة، وبطبيعة الحال طبعا أسبوع الثقافة العربية وأسبوع الكتاب العربي، وكل هذه الأمور كانت طبعا تأخذ الأولاد من الشارع وتلمهم من الشارع ما يكونوش بالمنظر اللي بنحكي عنه. مع الأسف اليوم أحسن عيسك في باقة الغربية محلات الأرجيلة. إحنا مش ضد محلات الأرجيلة ولا ضد الناس يعتاشوا منها، لكن روحوا شوفوا أنهم اللي بيستعملوا هناك، منحكيش عن الكبار، أولاد صف سابع وثامن وتاسع وعاشر فيش عندهم أطر اللي تضبهم بعد ساعات الدوام من المدارس، وبيضطروا يروحوا على هذه المحلات. ونأمل من أصحاب المحلات أن يكونوا حريصين على الأقل على محتويات التمباك واللي بنحط في الأراجيل، ما يكونش لا سمح الله أشياء اللي بدناش إياها لأولادنا ولا بدنا إياها لأسرنا. هذه أمور زي ما قلنا عمليا إنسان اللي من خلال كونه حريص على بلده في أشياء الواحد بيطلع وبيقول ليش. يعني باقة الغربية لما صادروا منها أراضي لشارع ستة، صادروا من باقة ومن زامر ومن جد أراضي، وعمليا بدهم يعوضوهم. أعطوا أولاد باقة في طريق شويكي أراضي طبعا استعاضة أو بديلة. أولاد باقة الغربية في شويكي وقالوا لي تعال في منطقة وادي الكزاز، هاي المنطقة اللي بقت من الشارع الغربة وانت فايت عباقة، هذه اللي بقت مزروعة قطن، أولاد جد موجودين هون. أولاد جد يتربعوا، أهلا وسهلا بيهم، أنا مش ضد أولاد جد، لكن في إشي منطقي. أولاد باقة يروح على شويكي، أولاد جد يقعدوا في باقة. في مع الاحترام لو في رئاسي ويقظ وإنسان وإدارة يقظة وتدير بالها، وطبعا تدير بالها على هذا الموضوع على غيره. المنطقة الصناعية البيت خروشت، هذا المنطقة المصنع في 15 دولم هناك متى مصنع معلبات للشباب الصغار بجوز بذكروش. أنا صدرت وأنا في رئيس مجلس صدرت من هذا المنطقة من المصنع نفسه من 15 دولم صدرت 40% مشان ما تدفعش تعويضات. أنا كمجلس أدفع تعويضات ال 40% يعني 6 دولمات، 6 دولمات نغسل 15. الأخ اللي أخده شراه من عائلات معينة حوط على كل 15 دولم. طب يا عمي ما في للبلدية ولا باقة ولا أهل باقة 6 دولمات، ليش يعني وين 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 البلدية؟ وين ما حدا كتب مكتوب؟ هل أنتوا استأجرتوا من البلدية هذا الشيء؟ هل أنتوا دفعتوا حقه والوزير وصدق عليه؟ هذه أمور أقل ما يقال فيها أنه هاي طبعا لباقة ولازم نحافظ عليها. مع الأسف ما حافظناش عليها ولا يزال الجدار على 15 دولم لحد اليوم. وبدنا مع الاحترام رئيس اللي برضه ينتبه لكل هاي الامور وبأمانة الله يجند كل الدوائر اللي بيقدر يتعامل معها، وبطبيعة الحال يقدر يعمل هذا الشيء من خلال ادراكه، من خلال المامه، من خلال حرصه على القانون وحرصه على جماعته واهل بلده. واليوم احنا بدناش نطيل عليكم، اهلا وسهلا بكم دائما، وبكره ان شاء الله يبقى عدد اكبر من هذا العدد باذن الله. بدنا نشوفكم بس هون على ساعات قليله، يعني بدنا تشتغلوا وتطلعوا على الشارع وتطلعوا على القهاوي، تطلعوا على الشارع وتطلعوا على القهاوي وتطلعوا على كل بيت وبيت، وكل واحد يجيب اللي بيقدر عليه، لانه في الطرف الاخر مع الاحترام وهذا شطاره ما بنتقدهاش بدهم يطلعوا. طبعا كان في الانتخابات في الجوله الاولى من قرايبنا طرابوخ طلعوا 93% من الناخبين. كل العائلات في باقة الغربية رغم انه لها عضويات طلعوا 82%. في الشكلول او في الميموتساع او في المعدل طلع من باقة الغربية حوالي 86% ناخبين اشتركوا في عملية التصويت. بطبيعة الحال اللي بدنا نرجوكم فيه باسم بلدنا، باسم بلدنا المشتركة، انه نطلع كل ناخب ان شاء الله يوم الثلاثاء مشان نعمل واجبنا مع بلدنا، ومشان ان شاء الله من خلال هاي الصحوه وهاي طبعا النهضه، نهضه الاستفاقه خلينا نسميها، نفيق على مصالح باقه وضروره انه نعمل اهل باقه، نطلع بناتنا ونسواننا واخواتنا وحرماتنا وامهاتنا وابائنا للتصويت، لانه عمليه التصويت اذا اجتازت نسبة 70% بقدر أوعدكم بأمان اللي قلت لكم إياه،
أكثر من 700 و800 صوت لعبد الله أعضاء فرقية بينه وبين طلب العلم. كمان مرة البدائل المطروحة بعد ما ربنا طبعا لم يسعفهم الحظ إخواننا اللي ما ثبتوش للمرحلة الثانية، البدائل الاثنين، بدائل إنسان بدأ جديد مرشح عائلي مع إنسان مجرب طبعا عنده خبرة وعنده تجربة وعنده أيادة طويلة يخدم بلده، وطبعا هو مرشح كل العائلات والحمد لله رب العالمين. مش مرشح عائلي انا، قسم من قرايب البيت زعلوا علي ليش ما عملتش اجتماعنا العائلي، وانا قلت عيلتي هي كل العائلات في باكر الغربية، مشان هيك احنا مرشحين كل العائلات وكلهم لهم حق. هذه العقاه اللي بسموها عقاه من خيرات باكر الغربية مشتركة لكل العائلات، مش لعائلة واحدة، كل خير في باقة كلنا شركاء فيه. بنقول عمليا في إنسان عنده تجربة ضحى وبأمانة ومش متندم، ضحيت براتب في زيمن، أنا باخذ 66% من الراتب في باقة تقاعد، لما بدي أنتخب إن شاء الله بمشيئتكم ودعمكم، لما بدي انتخب هون 66% بتنصرف 100% راتب واحد، المية في المية تبع الزامر عليهم اكس، الفرقية حوالي 16-17 ألف شكل بالشهر، ومع ذلك مش الموضوع مش موضوع مصاري، موضوع انه سمير درويش في اخر عمره في 68 سنة عمره جاي يحسن ختامه ويصلح اخطائه مع الناس ويصلح بلده ان شاء الله. الطرف الآخر والمغرضين شو بدهم يقولوا؟ هل بيقدروا يقولوا سمير درويش مش أهل؟ هل بيقدروا يقولوا سمير درويش بمليش الكرسي؟ هل بيقدروا يقولوا سمير درويش بيقدرش يعمل الوظائف المطلوبة منه كرئيس؟ هل بيقدروا يقولوا سمير درويش ما طبعا القدرة أنه يتنازل أو ينازل أو يتنافس أو يواجه المشاكل والمحن اللي ممكن تواجه باكر الغربية؟ أنا بكل تواضع وزي ما قلوها عمليا اعوذ بالله من قول انا اليوم مش بس رئيس مجلس زامر، زامر اللي عمرها اللي كبرها او حجمها 6000 اليوم بصل صيتها للامم المتحده ولنيويورك وللصين واليابان وطبعا المانيا وهولندا وكل هذه الامور من خلال شخص الرئيس، مش التفكيد هو شيء عسيته ادم، هذا مو شيء عسيته التفكيد. اخرى مره سمير درويش اليوم انتخب عام 2010 أنجح رئيس مجلس عربي في إسرائيل. سمير درويش انتخب من قبل بان كي مون رئيس سكرتير عام الأمم المتحدة، واحد من 13 رؤساء من كل العالم بيديروا منظمة اسمها رؤساء من أجل السلام، أعضاء فيها 5000 رئيس من أكبر المدن ابتداء من موسكو وبروكسل وباريس وطبعا جوهانسبرغ وكل العواصم هاي، والحمد لله اسمنا موجود هناك. سمير درويش عضو إدارة مركز السلطات المحلية، مسؤول عن كل السلطات المحلية العربية في إسرائيل. هذا الإنسان جاي حسب رأي هذول المغرضين جاي بنشر كل هذا الخير وجاي لإيش؟ جاي ينتقم. تنتقم من مين؟ تنتقم من أهلي، من بناتي، من أولادي، من أصحابي، من أصدقائي، من أهل باقة. في حينه في المقابلة كنا سننتقم لباقة بالعمران، بالبناء، بالعطاء، بالخير، بالازدهار، سننتقم لباقة. أوقف. سننتقم واستعملوها في الانتخابات. احنا بنرجع ونقول احنا بدنا نعمل لباقة، واذا في هذا الموضوع انه احنا ننتقم من الجهل ونصير في علم احنا جايين نعمل للعلم. إذا الموضوع بدنا الخراب نعمله عمار، احنا جايين نعمل العمار. إذا موضوع الدمار ينقلب لإشي اسمه تطوير، احنا جايين نعمل تطوير. بدنا نعيد أزهارنا ونخيلنا وشوارعنا ومجاري وخارطة هيكلية وبيوت وكهرباء إن شاء الله لكل
لكل المناطق في باقة الغربية من خلال انه احنا حطيناها في مجلة اعمالنا ان ننقل لجنة التنظيم من عارة الى باقة مستقلة الى باقة، لانه من حق ما صارت باقة الغربية مدينة القانون بيعطيها تعمل لجنة تنظيم برئاسة رئيس بلديتها، واحنا ساعتها بنتحكم في موضوع الاستمارات وتوفيس 2 وتوفيس 4 ورخص بناء. ومشان هيك انا بوعدكم وبقول لكم عندما تنتقل لجنه التنظيم لباقه ويكون رئيسها سمير درويش ساقطع يدي قبل التوقيع على امر هدم واحد. هذا مش مبالغه، هذه قلتها أنا ووقفت وراها عندما كنت 8 سنوات رئيس لجنة التنظيم في عارة لكل المنطقة. لم أوقع خلال 8 سنوات أي أمر هدم لا في باقة ولا في عارة ولا في كفر قرع. الهدم صار بعد ما طلعنا من هناك. وبقول بأمانة الله اليوم شو حطيل عليكم بداني وأقول الآتي: عندما تقف وراء الستار بين يدي الله وبين حكم الضمير وتطلع على ورقتين صفر موجودات ورا الستار، استخير ربك وحكم ضميرك واختار الورقة اللي من خلالها بتقدر تخدم بلدك وتعمل لبلدك وترجع بلدك إلى ما كانت عليه من ازدهار وسهدد وفخار. وكلنا نقول إن شاء الله نحن من باقة الغربية ونفتخر. شكرا لكم. خير الجميع. الأخ سمير درويش فيش أخ بكون لأقول أكبر منه السيد، أنت الأخ إلي وللجميع. في فترة سمير درويش بس نقطة واحدة بدي أتطرق لها: زرع الشارع الكبلة في شجر النخيل وعمل مطرخوت على الشمال وعلى اليمين، بكى إشي مفخرة لباقة الغربية. الفترة اللي بعد سمير درويش أجوا كلعوا النخل وولعوا النار فيه. أنا فلاح بعرف شو قيمة الشجرة. الرئيس اللي بيزرع شجر في بلده عمل وطني، والرئيس اللي بيزرع شجر في وطنه إله ثواب، والرئيس اللي بيرجع الأرض لبلده قطعة الجامع عمل وطني، والرئيس اللي بيرجع الارض للطرف الثاني غير وطني. بكينا نرفع تليفون لسمير درويش وهو مش رئيس مجلس يرد على التليفون طوالي ويتجاوب معانا احنا فلاحين. بكينا نرفع تليفون للرؤساء يسكروا التليفون. انا بقول كلمة حق مش دعاية، الواحد لازم يقول الحقيقة. احنا كلياتنا اولاد بلد، عائلة وحدة، المجلس مش عائلة وحدة. اللي بينظم شوارع بلده عمل وطني وإله ثواب. مظبوط يا شيخ؟ وفي امور سيرة اللي لو بنشرحها بنضلنا للصبح. شكرا لكم. رئيس الطاقم الانتخابي تبع اخونا جلال ابو حسين على البرج. السلام عليكم ومساء الخير للجميع. احنا تشرفنا منكم اليوم. اول شيء شكرا للترحيب وشكرا على حسن الضيافه لإلي وللإخوان اللي شرفوا معنا هنا اللي كانوا بالعدد الأكبر ممثلين في الطاقم الانتخابي عند جلال أبو حسين. بداية بنبعث تحية للسيد جلال أبو حسين على 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 سدادة رأيه وقراره الحكيم بمنح جميع ناخبيه ومؤيديه التوجه والتصويت أين شاءوا وأين رغبوا. احنا اليوم جيناش هنا
كزيارة عادية أو مجاملة كما سبق في الجولة الأولى أو كما كان ما بين الجولتين بين المرشحين. احنا جينا مؤيدين فعالين متفاعلين منضمين للقوى العاملة والفاعلة على الساحة الانتخابية لإنجاح سمير درويش لرئاسة المجلس. احنا ما جيناش هنا مؤيدين وفعالين مش هنسوي زعنية لسمير درويش، صدقوني. احنا جينا بعد تشاور وبعد فحص وتوصلنا لنتيجة عن قناعة تامة انه عنده القدرة وعنده القرار الحكيم والتصرف في امور البلد كما عاهدناه سابقا، وانا طبعا مش جديد عليه. جميع معاركه الانتخابية السابقة كان للحظ في ادارتها. فالممثلين هون من جميع القوى وجميع الاعضاء في الطاقم الانتخابي لجلال ابو حسين جاءوا عن قناعه تامه بعد فحص وبعد تمييز، وتوصلنا لنتيجه انه البرنامج الانتخابي تبع السيد سمير درويش وجلال ابو حسين متناسقات ومتشابهات جدا. وبناء عليه اتخذنا القرار الدعم الكامل والعمل في يوم الانتخابات وقبل يوم الانتخابات لإنجاحه وتنفيذ جميع البرامج الانتخابية اللي طرحها هو، وأخذ بالحسبان بعض الفوارق ما بين برنامجه وبرنامج السيد جلال أبو حسين. كنت أتمنى أنا وأصدقائي بالحضور ومن الطاقم الانتخابي كنا نتمنى لو كان معنا سيد خالد أبو فرخ ودرغام أبو حسين ولم يتسرعوا باتخاذ القرار، ولكن إذا دل هذا الشيء يدل على روح الديمقراطية التي سادت مؤيدين وناخبين جلال أبو حسين والطاقم الانتخابي تبعه بالذات. فوجودهم هناك هي عملية ديمقراطية لا أكثر ولا أقل. كل إنسان اتخذ القرار واتخذ التوجه تبعه، وكنا نتمنى انهم يكونوا معنا، اما لا حول ولا. هم اتخذوا قرارهم اثنين من الطاقم الانتخابي وتوجهوا وايدوا سيد مرسي ابو مخ، وباقي الطاقم ممثلين بالاعضاء الموجودين هنا وما وراءهم من قوى ناخبه كلهم اليوم اجوا مؤيدين متضامنين داعمين لانجاح سمير درويش في الانتخابات بعد غد ان شاء الله. شكرا لكم. بس ملاحظتين صغار. اولا بدنا نتمنى لحجاجنا عوده سليمه وحج مبرور، وطبعا سعي مشكور وتجاره لطابور ان شاء الله، ويتساهلوا ويرجعوا بالسلامه. يعني من مجموعتنا 170 حج 120 من جماعه سمير درويش. قلنا لهم بس ادعوا لنا، بس ادعوا لنا هناك وبدنا نشكر من هيك. نقطة أخيرة، انتخبت باقة الغربية قبل 10 أيام نخبة ممتازة من أعضاء المجلس. نخبة فيها من الشباب المسلم اللي مثقف وأكاديمي، وفيها ناس محترمين اللي بالآخر عندهم خلفية اجتماعية زي أخونا إبراهيم طبعا مواسي، زي أخونا جمال الناجي مجادلي، زي أخونا فواز أبو حشيش، زي أخونا أحمد الحسن، زي إخواننا طبعا أخونا ابن عمي مجادلي محمد الداود، بتأسف ابن عمي داود الله يرحمه. وطبيعي هذول الناس زائد الناس اللي انتخبوا كلهم ال 15 نتعشم في يوم الخير. بدي اقول لكم بامانه الله، في بيحاولوا الطرف الاخر يقولوا لهم مشان يكتسبوا طبعا تأييدهم، يقولوا لهم سمير درويش بحجمكم، سمير درويش بكزمكم،
سمير درويش مش راح يعطيكم مجالات تشتغلوا. انا بقول لكم بامانه الله، رئيس المجلس اللي عنده شخصيه قويه واللي عنده ثقه بنفسه وما عندوش شعور بالنقص ياخذوا كل صلاحياتي ويشتغلوا فيها. سمير درويش بده يعطيهم كل الصلاحيات ويتفرغ للشحتي. الشحات الشاطر بده يجيب مصاري لباكا. هذه امور تعامل رخيص مع الموضوع. انا بقول كل واحد من الاخوان هذول اللي ذكرناهم والاخوان اللي ما ذكرناهم عندهم خلفيه انه يخدموا ويعملوا. طبعا برضو انا اسف اللي ما ذكرتش اخواننا من دار المخ. سميح بلا شك رجل عنده خلفيه جماهيريه، عنده خلفيه خدمه، وبرضه اخونا صائل، وبرضه اخونا محمود محمد الزكي، كلهم مرحبا فيهم الى ميدان العمل، واهلا وسهلا بهم الجميع. انا من باقه وافتخر، هدفي تعزيز انتماء اهل باقه لباقه. باقه الغربي بقلبي يا بابا اغلى هالبلد، بلد الغالي ما يحفظها يعمرها غيرك يا ابو المهند. بلد الغالي باقه الغربي بقلبي يا بابا اغلى هالبلد، بلد الغالي ما يحفظها يعمرها غيرك يا ابو المهند. بلد الغالي يا ابو المهند غالي حطوا عيني وراس لجلك باقه يا سمير درويش من باقه يا مأهل للرئاسة لجلك باقة. باقة الغربي بقلبي يا بام أغلى هالبلد، بلد الغالي ما يحفظها يعمرها غيرك يا أبو المهند. بلد الغالي نحنا نخدم هالبلد ما ندور على الكراس لجلك باقة. عيلتنا وموحد وكل الجمهور بيشهد لجلك باقة. باقة بلد ما ملها غيرك يا أبو المهند لجلك باقة. راس مجرب بالعطف البلد على وعمر لجلك باقة. سامر درويش الغالي جمهورك فيك بيكبر لجلك باقة. صوت لابو المهند تنخلي باقة تعمر لجلك باقة. باقة الغربي بتشهد على تحقق في عهدك بلد الغالي جمهورك يا هالبلد غيرك سامر ما بعد بلد الغالي. سامر درويش من يوم باقة وفي بواد لجلك باقة. روح وفكر وتقدير وبالا وعمار وجادة لجلك باقة. سامر درويش من يوم ولا باقة وفي بواد لجلك باقة. روح وفكر وتقدير وبالا وعمار وجادة لجلك باقة. باقة الغربي بقلبي يا بام أغلى هالبلد، بلد الغالي ما يحفظها يعمرها غيرك يا أبو المهند. بلد الغالي.